الاولاد كمان عايشين في رعب، فبنام بقول يما الصبح شو بدي يطلع النهار كيف بدي نصير، يعني بيكونوا زعلانين يعني. يمكن يهدوا. يمكن يجوا يهدوا، بروح على المدرسه بيرجعوا بخافوا، بقول يما نروح على المدرسه نرجع يمكن ما نلاقي دورنا. احنا بنقول هذا شيء منكر، واحنا ما بنسافر نرحل ولا في رحيل، لا ثاني ولا ثالث ولا رابع، الموت ابقى، بنموت هان بنموت هان. إسرائيل تقوم الآن بتهجير القرى العربية من أجل إقامة مستوطنات للمواطنين اليهود على أنقاضها. ماذا نسمي هذا؟ هل نسمي هذا تطوير للمواطنين العرب في النقب؟ هذا التهجير هو تطهير عرقي.